السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم اعمل لنفسك قيمة. والله احنا هنتكلم النهاردة، يعني لو اتكلمنا وسألت اي شاب او شابة هتتجوز ليه، اقول لك والله انا يعني سني يجرب على الجواز وهتجوز. اصحابي واصدقائي يعني كلهم اتجوزوا، وانا يعني انا بس اللي فاضل. يعني مش هو يشوف يعني إجابة السؤال، هو عارف ان الزواج انه زي غيره، يعني لو الرد ده يديك معنى ان هو مش عارف معنى الزواج، عارف هيتجوز ليه بالظبط، ازاي انه يبني اسرة، ازاي يكون بيت، ازاي انه هو ينفع نفسه وينفع غيره. في حاجة خلي بالكم ان احنا بنشوفها، انت مش مطالب انك تجيب اولاد، مش مطالب انك تجيب اولاد، لكن مطالب انك تربيه. يعني محدش هيزعل ويقول لك لو انت مثلا، احنا نتمنى يكون معاك اولاد، بس مطالب تصرف على اولادك، تربي اولادك، يعني يكونوا صالحين ليك وللمجتمع. طب احنا يعني ولو رحنا برضو لحكايه ان رجعنا الاول الكلمه اللي قلناها، ان هو لو سالت الشاب ايه الزواج، هيرجعك برضو ان هو انا متجوز عشان صحباتي وعشان سني. ايه الصح؟ صح انك تشوف اللي انت هترتبط بيه ايه، هل نفس تفكيرك، هل هو نفس ظروفك. جريت مره في كتاب ان فتره الخطوبه تقسم لثلاث مراحل. فتره الخطوبه اللي انت لو هتاخد سنه في الخطوبه، ودي يعني احنا اقل حاجه بناخدها فتخطوب معظمنا كده، ان قال لك الثلاث شهور الاولى مش يعني شوف الخطوبه بقى احنا بنقسمها انه فسح وهدايا ويلا بينا ومش في دماغنا وبنضحك على بعضينا بالبلدي، ان انت بتظهر احسن ما حاجه عندك وهي بتظهر ما احسن حاجه عنديها. فاحنا لو قسمنا زي ما قال الكتاب اللي انا يعني قريته، زي ما قسمنا فترة خطوبة من ثلاث شهور الأولى، أعرف فيها إزاي، أعرف اللي أنت شريكك في الحياة، هل هو هيفهمك، تصرفاته، هل نفس ظروفك، هل نفس عقليتك من ثلاث شهور الأولى. الثلاث شهور الثانية لاحظ تصرفاته، لاحظ انه يشوفوا ايه معاملاته ازاي مع اخواته مع مراباته، هل هو برضو ان هو عنده يعني مسؤولية، هل بيتحمل قراراته، هل عنده رؤوس صادقة. مش الخطوبة خلي بالكم ان احنا بناخدها يلا ويد في ايدك ويلا بينا الاقصر، يلا بينا مش عارف، يلا بينا جينا، يعني على الحاجات اللي احنا طبعا قريبة علينا دي، وتعالى مش عارف على الكورنيش، وتعالى مش عارف على الاثنين. دي حاجات، دي حياه بلد، حياه تستمر. وثالث واخر ثلاث شهور انك انت تلاحظ تشوف هالراجل ده مطور نفسه، يعني هل في تطوير، هل بتحمل مسؤوليه نفسه، هل هو يعني ده هو الشريك اللي انا هستمر معاه، ولا هو كسول بيعتمد على غيره. دي اهم حاجه، اهم حاجه يا اخواننا، اهم حاجه المسؤوليه، وازاي ده بيشيل مسؤوليه بيت، ودي بيشيل مسؤوليه بيت. الزواج مش بس فرح وهيصه وحنه ودخله، لا، الزواج ده حياه تانيه، حياة تانية. أتمنى إن احنا ناخد بالنا من الحاجات دي عشان تستمر، نبني جيل كويس، جيل صالح. واحنا برضو حالات الطلاق اللي وصلت حاليا بسبب ايه؟ مش مسؤولية. إن احنا بس كل الشاب الواد الأولاد الشاب أو البنت باصين بس للفرح بس. بالنسبة لهم إن الزواج فرح. طب إيه بعد الفرح؟ مش عارف. بعد الفرح تعدلها رب، تعدلها ربنا ازاي؟ ما هيعدلها رب. طب انت يعني مفيش مشاكل هتقابلك،
في صعوبات هتقابلك في حياتك في الزواج. اقرب يعني بدليل ان الشاب البنت او الشاب اول ما تحصل مشكله معاه بيحكي بيه ادق التفاصيل بيحكيها لصاحبه، وهي ادق التفاصيل بتحكيها لاصدقائها. ما عرفش يحل، ما عرفش حد يحل. وتخيل بقى لو صديقه سوء مر بتجربه سيئه، هتقول لها ايه؟ انا مريت بتجربه سيئه وكان في مشاكل معايا في زواجي، اتطلقت ومعايا عيال وما صرفش عليهم كذا. تخيل لو جالي ده وحكى لي، ايه هقول له؟ سيبها يا عم، ده 10، ده انت لو انت بصبعك كده 10 ايام. سيبك منه يا عم، انت هتحمل مسؤوليه ليه وانت مش عارف؟ ما عرفش يحل المسؤوليه. فشوف، فكر مثل الزواج مش فرح دخلة وحنة والكلام، لا، الزواج مسؤولية. وريت كلامي طبعا يكون يعني فيه مفيد ليكم، يعني مفيد ليا وليكم. الصراحة أنا بذكر نفسي وبذكركم أنتوا، لأن إحنا طبعا الكلام ده كله والله عارفينه، بس إحنا بنذكر نفسنا بس. ما تنسوش المشاهدة واعمل لنفسك قيمة.